السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم عن أعراض التهاب الكلى وأسبابها، وإزاي إن أنت تقدر تخففي منها بطريقة طبيعية في المنزل. ولكن عزيزي المشاهد، لو أول مرة بتزور القناة، فضلا منك وليس أمرا، قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد. لايك وشير للفيديو إذا عجبك. الكلى اسبابها كتير جدا. انا هقولك اهم اعراض التهاب الكلى اللي ممكن انت تحسي بيها، وهي الاسباب اللي بتوصل لده، وهي النصايح اللي انت ممكن تعمليها عشان تتجنبي الالتهابات. اول حاجة انه الكلى بتعتمد على عدة عوامل للعمر الالتهاب، اغلبها اللي انا هذكره الوقت. الام في احد الجنبين او كليهما، يعني لما تحس ان عندك الم في الجنب ده او في الجانب ده. ارتفاع ملحوظ في عدد مرات التبول، يعني هتلاقي نفسك داخله خارجه على التواليت كتير جدا جدا. بيتم تغيير لون البول، بيحول لون البول من لون غامق او لون فيه شعيرات دمويه، يعني بتحس ان البول فيه دم. الشعور طبعا في الم مستمر في الراس، الشعور مستمر بالرغم من ان انت عايزه تنام على طول، عايزه عندك خمول، مش عندك اي طاقة. ده كمان من الشعور اللي ممكن يوصل لك. كمان ممكن يؤدي الى احتباس السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم. تشوش الرؤية، عصر التبول، الضعف العام، والشعور دايما بالارهاق. الشعور لما يحس ان انت عندك مغص او فقد الشهية، او عايزة ان انت يكون عندك قيء، الم في المفاصل، ارتفاع في درجات الحرارة، ضيق في التنفس، تغيير طبعا في ريحة الفم، إصابة بإسهال أو بإمساك، ظهور طفح جلدي، خاصة طبعا بالحكة الجلدية. طب هي الأسباب اللي بتؤدي للأعراض دي كلها إيه؟ عشان إحنا كمان نكون فاهمين. أول حاجة إنك بتعرض المسالك البولية إلى أنواع من البكتيريا المعدية، يعني بتتحول المسالك البولية بتتعرض لأنواع بكتيريا، فهي بيكون من أحد الأسباب. تكوين الحصوات، الناس اللي عندها حصوات في المسالك البولية، وجود تضخم في البروستات عند الرجال، حبس البول وعدم تفريغه عند الحاجة، يعني ما بتكون محتاجة ان انت تخشي التواليت بتمسكي نفسك، ده كمان ممكن يكون احد الاسباب. عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، ضعف في الجهاز المناعي للجسم، او الاصابة بمرض السكر. استخدام قسطرة بولية للناس اللي هي مصابين طبعا بحصر البول، الإصابة طبعا ببعض العيوب الخلقية في الجهاز البولي، أو اضطرابات إفراز هرمون الإستروجين عند النساء، أو انقطاع الطمس. دي بتكون المسببات لأعراض أو تعب الكلى. طيب أنا واحدة عايزة أحافظ على نفسي، إيه اللي أنا ممكن أعمله؟ هتعملي أكتر من مش أكتر من 6 حاجات. أول حاجة هتتناولي طبعا كمية سوائل ومية على مدار اليوم المساعدة طبعا على طرد البكتيريا من الجسم عند التبول. يعني الشيء الطبيعي لتر ونص في اليوم، عايزة اكتر يا ريت طبعا، مية، ده لتر ونص مية، غير ان انت هتضيفي سوائل طبعا على مدار اليوم. هتستخدمي طبعا وسادة بتدفئها من الجنبين، لو انت حصل عندك الم في الجنبين اعملي عبارة عن مثلا فوطة ضفيها كده حطيها، هتخفف عليكي. خدي الراحة الكافية، خدي قسط من الراحة الكافية، يعني انت تقدري تنامي براحتك خالص. تجنبي طبعا ان انت تحبسي البول، فرغي دايما فور الحاجة. تجنبي طبعا استخدام المستحضرات الشخصية اللي بتحتوي على مواد كيميائية. خدي يعني ادوية مسكنة للالام والمضادات الحيوية حسب طبعا تعليمات الطبيب. يعني اذا التجأتي للمضادات الحيوية او المسكنات لازم يكون تحت طبعا اشراف طبيب. غير ده وغير ده، فاحنا بننصحك طبعا ان انت تشرب مية كتير، خدك استمراحة، حافظ على نفسك، دايما افهمي لغة الجسد عندك، افهمي جسمك محتاج ايه، وانت هتقدري ان انت تتخلصي من اي شعور. كلمنا عن الاسباب وعن الاعراض وعن الطرق اللي هتخفف الالم ده، ولو الحالة عندك زايدة جدا لازم طبعا اللجوء الى طبيب. يا رب اكون قدرت اوصل الفيديو ولو بشكل بسيط مبسط، يا رب اكون قدرت افكه. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.